مساء الخير. بالخطاب الأخير يوم السبت رد أمين عام حزب الله حسن نصر الله على حاله بخطاب سابق، بالخطاب اللي قبله تحديدا، وبنقطة كتير جوهرية إلى علاقة بالحرب بسوريا، بدور حزب الله بالحرب بسوريا، وبدور الدولة اللبنانية. السبت قال التالي: المسلحين موجودون في الجهود اللبنانية، هم الآن صاروا فعلا موجودين فقط في جهود عرسال. إذا كانت الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية تتسامح باحتلال أرض لبنانية، احتلال من جماعات إرهابية وباعتداء جماعات إرهابية على جيشها وعلى شعبها وعلى سكانها، فإن الشعب اللبناني لن يتسامح. عظيم. إذا نحن أمام دعوة للدولة اللبنانية، يعني للحكومة، للجيش، لتواجه مسلحي داعش والنصرة بمنطقة جرود عرسال، لأن ما بقى في مسلحين إلا بجرود عرسال. دعوة واضحة، عم نحكي عن آلاف المقاتلين اللي كانوا بالأراضي السورية بس بسبب الحرب بالألمون فاتوا على الأراضي اللبنانية، صاروا على الأراضي اللبنانية، وهلأ مطلوب من الدولة تحارب هول المسلحين. هيدا السبت. قبل الخطاب كان عم بيقول التالي: في موضوع القلمون والسلسلة الشرعية، الدولة غير قادرة على معالجة هذا الأمر، أنه في جنود لبنانيين محتجزين، وفي لبنانيين مخطوفين، وفي لبنانيين يقتلون في كل يوم، وفي ضيعة يعتدى عليها، وفي جيش تابع للدولة يعتدى عليه، وفي أراضي لبنانية محتلة، وأنتم ما عم تحركوا ساكن. حركوا ساكن. لو قامت الدولة بمسؤولياتها كلنا سنكون معها وخلفها وإلى جانبها. لكن حتى ما نعد ننتظر السراب، من الواضح أن الدولة غير قادرة على فعل ذلك. طيب يا سيدي، ما زالك عارف الدولة غير قادرة، ليه جبت آلاف المقاتلين على جرود عرسال؟ إنه وين الأمان هلأ؟ وين؟ إنه يابا الحزب واقف على تلة 2800 متر، عظيم، وتحته وورا وبلبنان، هول المسلحين شو المفروض ينعمل فيهم هلأ؟ يعني كيف ساعة الدولة غير قادرة ونحن رح ناخد الحرب بصدرنا، وتاني يوم تعي يا دولة تفضلي واجهي واقع أنا خلقته بإيدي وبإرادتي وبممارستي؟ كيف؟ كيف؟ هيدي نقطة. نقطة تانية، إذا الشعب اللبناني ما بيقبل الاحتلال، ليه مطلوب من الشعب السوري يقبل الاحتلال؟ ليه؟ النصرة سوريين، خلينا نحط داعش على جنب، رح احكي عنها بعد شوي. النصرة سوريين، وهول انت على أرضهم، على أرضهم أو مش على أرضهم؟ في النتائج المباشرة، استعادة مساحة ما يقارب 300 كيلومتر مربع من الأراضي السورية واللبنانية من سيطرة المسلحين. طبعا المساحة الأكبر من الأراضي هي سورية. يعني انت موجود على أرض سورية. طيب انت بسوريا قوة احتلال او مش قوة احتلال؟ ليه الشعب السوري شو ما كان رأيك بعقيدته وموقفه وايديولوجيته، ليه بده يقبل احتلالك؟ هو معتبر بشار الاسد محتل، بشار الاسد معتبره محتل، بدك ما يعتبرك انت محتل؟ هو صاحب الارض، هذا سوري على ارض سورية، يعني بالنسبة له حزب الله قوة احتلال. مثل ما شعبك ما بيقبل، السوري ما رح يقبل. المعادلة كتير بسيطة، كتير. بعدين لنتفق، انت مين عم تقاتل بسوريا؟ منذ ايام هناك مواجهات متواصلة في منطقة القلمون بين طرفين، الطرف الاول الجيش العربي السوري ومعه قوات شعبية سورية وأيضا رجال المقاومة الإسلامية في لبنان، هذا فريق، والفريق الآخر والجماعات المسلحة في تلك المنطقة وفي طليعتها جبهة النصرة وداعش. طيب يا سيدي، كمان مرة الوقائع بتقول غير هيك. الوقائع بتقول
انه شيء بلشت المعركه بين حزب الله والنصره، وهن الاغلبيه بالمناسبه على الحدود اللبنانيه رغم كل دعايه داعش تبع حزب الله، الاغلبيه على الحدود بين لبنان وسوريا هن النصره. شيء بلشت الحرب بين حزب الله والنصره، هجمت داعش على النصره. يعني صفينا داعش وحزب الله عم بيقاتلوا النصره، اثنيناتهم عم بيقاتلوا النصره بالتنسيق، بالصدفه، التقاء مصالح، عدو عدوي صديقي، شو ما بدكم سموه، بس الوقائع على الارض بالألمون انه داعش وحزب الله قاتلوا عدو مشترك هو النصره. قبل اخبار. وبالتالي مش صحيح انه النصره وداعش بميله وحزب الله والجيش السوري بميله ثاني. هذا الكلام مش صحيح وغير دقيق. اللي مش مصدقني طيب يسأل حسن نصر الله. طيب ألم تحكم قبل أسابيع داعش على جبهة النصرة؟ داعش اللي هي وجبهة النصرة فكر واحد، منهج واحد، كانوا تنظيم واحد، أمير واحد، بيعة واحدة، نفس واحد، أخلاق واحدة، واحد تماما بكل شيء، بالزي وبالشكل وبالمنطق وباللغة وبالأدبيات وبالعقل وبالقلب. لما اختلفوا بموضوع سياسي ممكن يختلفوا على بير النفط في سوريا، يمكن على اقتسام الغنائم، حكم عليهم بالكفر والارتداد. والله احترنا، لما بدك تهول بداعش بتصير داعش انا اعمى ما بشوف، انا ضراب السيوف وانه فلتاني على كل الناس بما فيها النصرة. وقت اللي بدك بصيروا داعش والنصرة فرد خندق، فرد فريق. قرر مين عم تحارب وخبرنا لنعرف كيف بدنا نفهم هالمعركة. ما انت عم تقول انه داعش كفرت النصرة وقتلت وذبحت واعدمت الحقيقة هيدي بعض الجوانب المهمة بالخطاب، بس مش الجانب الاهم. الجانب الاهم هو مسألة كتير دقيقة، هي مسألة تحول استراتيجي كبير عم يعمله حزب الله شوي 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 شوي. النكبة الجديدة أيها الإخوة والأخوات هي أخطر وأكبر بكثير من النكبة التي يحتفل حزنا بذكراها 67. نكبة 48 أضاعت فلسطين، لكن النكبة الجديدة التي يصنعها التكفيريون في هذه الأمة ستضيع القضية الفلسطينية وستضيع المقدسات، والأخطر من ذلك ستضيع دولا وشعوبا بكاملها، لأننا أيضا أمام نكبة جديدة أكبر وأخطر، هي نكبة المشروع التكفيري. لذلك بالاستفادة من محنة وتجربة وعبرة النكبة بـ 48 أنا أدعو الجميع أن نتحمل جميعا المسؤولية في مواجهة هذا المشروع الأمريكي التكفيري الذي يريد أن يصنع نكبة أعظم. طبعا جانب من هالكلام للمبالغة وللتعبئة مفهوم، بس في جانب تاني أخطر. اللي عم يعمله نصر الله عمليا هو أنه عم بيشيل إسرائيل من رأس جمهوره كعدو أول، وشوي شوي 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 بيستبدل إسرائيل بعدو أول جديد اسمه التكفيريين، اسمه الإرهاب، لأسباب معروفة. أنه أولا إذا صار اتفاق نووي إيراني أمريكاني، باي باي عدو إسرائيلي، باي باي مقاومة إسرائيل، هذه بكم ضبونا إياها على الجرور لأنه ما رح تزبط. الاتفاق الإيراني الأمريكي يضمن أمن إسرائيل، فهي الوظيفة القديمة على البيت رايحة. الحزب لازم يلاقي وظيفة جديدة، شغل جديد، مهمة جديدة. شو الشغل؟ محاربة التكفيريين. وأعظم من النكبة وأقوى من النكبة. طيب عظيم، التكفيريين أعظم وأخطر من نكبة 48، علما بأنه من فترة كنت عم تخبرنا أنه القتال بسوريا هو دفاع عن فلسطين، دفاع عن فلسطين. صارت هلأ هيدي مصيبة أكبر من فلسطين. يعني مش عم نفهم. طيب التكفيريين أكبر من النكبة، وبالتالي لنواجههم لازم نعمل إجراءات أهم وأداء وأكبر من الإجراءات اللي انعملت لمواجهة النكبة ونتائج النكبة. مثلا واحدة من الأشياء أنه مجتمعاتنا لازم تكون أقوى،
محصنة أكثر. كيف عم بتحصن المجتمعات؟ كيف بدك يتحقق هالشيء؟ وأن أهل البقاع لن يتسامحوا، وأن أهل بعلبك الهمل لن يتسامحوا. أنا لا أتحدث هنا عن أمان كامل، لأنه طالما أن المسلحين موجودون في الجهود اللبنانية، هم الآن صاروا فعلا موجودين فقط في جهود عرسال، فلا نستطيع أن نتحدث عن أمان كامل. هذا هدف مشروع، اعملي له أيتها الدولة اللبنانية، وإلا فالشعب اللبناني دائما كان صاحب المبادرة طوال التاريخ. دهبية دهبية، هيدا الكلام معناته بالمباشر حرب أهلية بين شيعة البقاع وبعلبك الهرمل وسنة عرسال، ومن بعدها بكل البلد. هيدا أخطر كلام قال لليوم بموضوع السلم الأهلي، من الطائف لهلا، إذا مش من 82 لهلا، إذا مش من 75 لهلا. يعني نصر الله عم بيقول الحرب السنية الشيعية اللي موجودة اليوم بلبنان بالوكالة بالواسطة بين الحزب وبين النصرة، رح تصير حرب بالمباشر بين البقاع وبعلبك الهرمل وعرسال. هيك منواجه ما هو أخطر من النكبة، هيك منواجه ما هو أخطر من ضياع فلسطين. أي مراقب بإسرائيل بيسمع هالكلام رح يطلع يقوص بالهواء ابتهاجاً، مش أقل من هيك، لأن ما في كلام قال بتاريخ البلد بيخدم إسرائيل وبتفرح له إسرائيل، لا بل بتدفع حقه إسرائيل لتسمعه بحجم هذا الكلام، بحجم التهديد بفتنة سنية شيعية مباشرة. هذا أكثر كلام إسرائيلي قال بتاريخ البلد. نقطة كمان لافتة بالخطاب، هو لمين توجه؟ مع مين عم يحكي؟ عندي كلمتين عن موضوع النكبة. العنوان الثاني هو معركة القلمون. الموضوع الثالث هو انتخابات الرئاسة في لبنان. 4 كلمة البحرين، 5 كلمة عن اليمن. لشعب البحرين الذي يواصل وللسنة الخامسة تظاهراته، تظاهراته وحراكه السلمي بكل وعي وعزم، ويواجه القمع وعذابات السجون. في اليمن أعداد كبيرة من الأطفال، أعداد كبيرة من النساء، أعداد كبيرة من المدنيين، من الشهداء، من الجرحى، الدمار الهائل. طيب يا سيدي، عندك وقت تشوف شعب اليمن وشعب البحرين والشعب الفلسطيني وشعوب أخرى، بس ما عندك ولا دقيقة للشعب السوري. الشعب السوري ما عندك ولا دقيقة تذكره بالخطاب. انسى الانقسام السياسي، انسى الحرب، انسى كل شيء. بتعرف شيء عن الشعب السوري؟ شو عم يعني الشعب العادي؟ خليني خبرك. 4 سنوات تمر على الثورة السورية، فعتبة 250 ألف قتيل تم تخطيها وفقا لتقارير للأمم المتحدة والشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتجاوز عدد الجرحى 1,100,000، نصفهم من النساء والأطفال. تتجاوز نسبة المدنيين السوريين في صفوف القتلى 80%، علما بأن هذه النسبة كانت 57% خلال الحرب العالمية الثانية. بالنسبة للأطفال، تشير إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مقتل أكثر من 17,000 طفل، وتعرض نحو 10,000 من الأطفال للاعتقال. نحو 2,200 مجزرة ارتكبتها قوات النظام، وتتحدث الشبكة السورية عن معدل 5 مجازر يوميا يذهب ضحيتها 5 على الأقل. وبرضو انسى الأرقام، انسى التقارير الدولية وتقارير منظمات حقوق الإنسان. بحرب تموز قلت انك ظهرت بسيارة بشكل مموه برمت ببيروت، شفت الوضع ببيروت، شفت الناس كيف عايشة ببيروت وكيف عايشة بالضاحية. اليوم الوضع مش أخطر من أيام حرب تموز. إذا فيك ظهار بسيارة مموهة، أنت بتقدر إذا فيك أو ما فيك، ظهار بسيارة مموهة برام بشوارع بيروت مثل ما برمت بحرب تموز، وشوف أطفال سورية، شوف أطفال سورية عم تشحد بفردان وبالحمرة وبالأشرفية وطريق الكورنيش والروشي. انسى كل شيء تاني، بس الأطفال، ما تفكر بشيء تاني، خي ما تفكر بإمياتهم، الأطفال بس اللي عم ببيعوا كلينكس وعلكي على الطرقات، اللي مليين لبنان، بس شوف بس بيروت، اللي عم بيموتوا من الجوع وماتوا قبل من البرد، بس الأطفال، ما تشوف حدا تاني.
هول ما إلهم محل بكلمتك، ما إلهم محل بخطابك، برؤيتك لسوريا للصراع أبدا. طيب لنفترض ربحت الحرب وهيدا سابع المستحيلات، شو بدك تعمل بهول الناس، بهذا الشعب اللي على الطرقات شو بتعمل فيه؟ هول بس يكبروا حسابهم مع مين؟ مع إسرائيل؟ مع النصرة؟ مع داعش؟ أو معك؟ جرب شوفهم شي مرة. تصبحوا على خير.